مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من كيف الصحة وموضوع جديد. أكيد راح يكون موضوع هام لكل من لديهم مشكلة في التهاب الجيوب الأنفية. راح نتعرف على الأسباب وكيفية الوقاية وأهم طرق العلاج، كل ذلك خلال هذه الساعة مع الدكتور تامر الجندي، وهو استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة. أهلا وسهلا بك دكتور تامر. أهلا وسهلا بك وبكل نحيي متابعينا خلال هذه الساعة. يمكنكم التواصل مع الدكتور تامر على الأرقام طبعا موجودة على الشاشة، أيضا أخذ كل أسئلتكم الطبية عبر الواتساب. نتمنى لكم متابعة مفيدة إن شاء الله. دكتور، دائما هذا الموضوع مهم، لأن كثير من الناس في الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة الالتهابات الجيوب الأنفية بأنواعها وأشكالها من كل الفئات العمرية. لا ندري اليوم، راح نتعرف أكيد على الأسباب خلف ذلك، ولكن تعريف وتوضيح لالتهاب الجيوب الأنفية ماذا تعني؟ طيب، هو بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا هي تعريف بسيط قبل موضوع التهاب الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية نفسها هي عبارة عن تجاويف، يعني فراغ مملوء بالهواء موجود في عظام الجمجمة والوجه. ده تعريف الجيوب الأنفية أولا. التهاب الجيوب الأنفية هو عبارة عن وجود مشكلة في الجيوب الأنفية نفسها، بحيث أن الجيوب الأنفية الإفرازات اللي في داخلها في فتحات بتسبب هذه الإفرازات، فبيحصل نوع من أنواع الالتهاب في الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية نفسها، ومعها تنسد الفتحات اللي بتعمل تصريف لهذه الإفرازات، ينتج عنها الأعراض الخاصة بالجيوب الأنفية. هل يمكن أن نسمي التهاب الجيوب الأنفية بالحساسية، حساسية الجيوب، ولماذا؟ في فرق طبعا بين التهاب الجيوب الأنفية وبين حساسية الأنف أو حساسية الجيوب الأنفية. حساسية الأنف يقصد بها هو رد فعل من الجسم لمثيرات معينة. المثيرات المعينة دي ممكن تكون عبارة عن الغبار، التراب، بعض الأبخرة، بعض الكيماويات، حبوب اللقاح، بعض العفن، انواع العفن، بعض الحاجات او الحاجات الدقيقه التي تسمى عث التراب اللي هو بيبقى موجود في السفائر والمفروشات وخلافه. هذه المثيرات لما يتعرض لها الجسم بيفرز مواد كيماويه معينه تؤدي الى اعراض للحساسيه، اللي هي بتبقى على هيئه عطاس، سيلان مستمر، حكة بالأنف وخلافه. الحساسية ممكن تكون سبب من أسباب التهاب الجيوب الأنفية. بمعنى أنه لو أن مريض عنده حساسية، فالحساسية الموجودة عند المريض دي ممكن بأن الحساسية كل شوية تثار عند المريض، فتحدث نوع من أنواع الضيق في الفتحات التي تتصرف الجيوب الأنفية، تؤدي إلى ضغط وإلى حجز السوائل الموجودة داخل الجيوب الأنفية، ويحدث التهاب الجيوب الأنفية. بمعنى صح أن الحساسية سبب مسبب لالتهاب الجيوب الأنفية. دكتور، نتحدث اليوم عن، أكيد هناك أنواع لهذه الالتهابات المختلفة، أعطينا توضيح بأنواعها ولماذا تحدث؟ سبب حدوث الجيوب الأنفية، أهم سبب وأشهر سبب في حدوث الجيوب الأنفية هي نزلات البرد العابين. الميكروب بتاع نزلة البرد ده من أهم الأشياء اللي ممكن تسبب حدوث الجيوب الأنفية. والجيوب الأنفية المفترض أن هي الأعراض بتاعتها ممكن الإنسان يتعامل معها ببساطة، وتنتهي ببعض الأشياء البسيطة في البيت وبعض الأدوية البسيطة من المسكنات وخلافه في خلال أسبوع. لو استمرت أكثر من 10 أيام لأسبوعين، أصبح لابد أن يذهب هذا الشخص إلى الطبيب، لأن كده الموضوع طرأ عليه تغير، لأن دي محتاجة تدخل طبيب، وبنسميها الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد. أما إذا الأعراض بتاعتها استمرت مع الشخص لأكثر من 3 أشهر، قد
في ضمن نطاق البيوجلانفيه المزمنه تصبح مرض مزمن يتكرر عند المريض بنوبات معينه وتصبح في طور الامراض المزمنه. الانواع المتخصصه منها انواع حاده والتهاب الجيوب الانفيه الحاد، في منها الانواع المزمنه اللي هو التهاب الجيوب الانفيه المزمن، وفي بعض الانواع اللي تكون مصنفه حسب السبب، ان ممكن الجيوب الانفيه يسببها فيروسات او ممكن يسببها بكتيريا وممكن يكون احد المسببات الفطريات، فممكن حسب هذا التصنيف نصنف نوع ثالث اللي هو التهاب الجيوب الانفيه الفطري، يبقى ده نوع كمان. تمام، احنا راح نتحدث اكثر على الانواع اكيد بالتفصيل وتعريف لهالانواع المختلفه، ولكن حبيت اسال يعني الفئات العمريه، كنا يعني بالسابق نشاهد انه الكبار هم اكثر من يصابون، اليوم حتى الاطفال فئه المراهقين اكثر مما يصابوا بمشاكل الجيوب الانفيه، لا اعرف ما هي الاسباب، وهل النساء اكثر من الرجال والعكس صحيح؟ طيب، هو عامة التهابات الجيوب الأنفية طبعا أصبحت من الحاجات الشائعة وخاصة في السنتين الأخيرتين دول، نتيجة إن طبعا إحنا عندنا جائحة كورونا بدأت من سنتين أو أكثر من سنتين، فأصبح في هناك تحورات كثيرة للميكروب الخاص بنزلات البرد سواء كان كورونا أو نزلات برد عادية، كل هذه الأشياء أدت إلى تزايد حدوث التهابات الجيوب الأنفية، بالإضافة طبعا إلى تغير العوامل الجوية اللي موجودة في التغيرات المناخيه وخلافه. بالاضافه طبعا الى ان التعرض لمثيرات معينه زي مثلا التدخين، سواء الانسان يدخن مباشره او التدخين السلبي من خلال الاخرين، له دور فعلي في موضوع التهاب الجيوب الانفيه وتكراره. برضو من الاشياء المهمه جدا طبعا التجمعات وعدم اخذ الحيطه والحذر في التعامل مع نزلات البرد في التجمعات المختلفه، ادى ايضا الى انتشار موضوع التهابات الجيوب الانفيه. هي بقى في ان عمر او في اي سن، يعني كل الاعمار دلوقتي مرشحه انها يحدث فيها التهابات الجيوب الانفيه بكثره، يعني ما فيش حد يعني اقل او اكثر من الاخر، ولكن ايه كل الاعمار اصبحت مرشحه حاليا لحدوث هذه. طيب، يعني بذلك يعني نتساءل عن نسبه انتشار هذه الحالة المرضية في العالم، هل هناك نسب معينة إحصائيات؟ يعني في مثلا بعض النسب المعينة، لو احنا بنتكلم على موضوع حساسية الجيوب الأنفية، فمثلا في بعض النسب المعلنة ان مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية 20% من الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من حساسية الجيوب الأنفية مثلا، يعني هذا ممكن يكون له علاقة بالجو بتاع الولايات المتحده الامريكيه، بوجود المصانع بكثافه، بالابخره والغازات المتسربه من المصانع، بالجو العام الموجود في بعض الولايات الموجود في الولايات المتحده الامريكيه، يعني بتختلف بقى من بلد لاخرى، انما النسبه الواضحه واللي ظاهره قوي ان الولايات المتحده الامريكيه فيها 20% من يقطنون بها يعانون من حساسيه الجيوب الانفيه. وطبعا بالتبعيه حساسيه الجيوب الانفيه احد الاسباب الرئيسيه التي تؤدي الى التهابات الجيوب الانفيه. يعني نذكر الاسباب، ذكرت جزء منها دكتور، ولكن الاسباب الحقيقيه خلف ذلك هل هي المتغيرات الطبيعيه؟ كما ذكرت ان هناك التدخين اكيد ياخذ حيز من حدوث هذه الحاله، ولكن نبحث عن الامور التي قد لا يتوقعها الشخص، يعني كحساسية أو التهابات المختلفة، أسبابها الحقيقية ما هي؟ تمام، أول سبب وأشهر سبب الالتهابات الفيروسية ونزلات البرد للجهاز التنفسي العلوي، ده من أشهر الأسباب، وده ممكن يحدث بعض مضاعفات التهابات الجيوب الأنفية، وخاصة لو استمرت نزلة البرد أكثر من 10 أيام، فكده ممكن نخش في المضاعفات بحدوث التهاب في الجيوب الأنفية. الأمر الثاني الحساسية، مرضى الحساسية وخاصة اللي عندهم حساسية الأنف، وبعض الناس اللي عندهم حساسية ضد الأسبرين، وخاصة لو كان إنسان أو شخص والده أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى عنده نوع من أنواع الحساسية، فده مرشح أنه يكون عنده حساسية أنف، وبالتالي ده سبب من الأسباب الرئيسية لتكرار حدوث التهابات الجيوب الأنفية. التعرض المباشر إلى التدخين، سواء أن إنسان يكون بيدخن هو بذاته أو من حوله مدخنون بالتدخين السلبي، ده من الاسباب الرئيسيه ايضا لالتهابات الجيوب الانفيه.
بعد ذلك ايضا ممكن في التهابات الجيوب الانفيه المزمنه يكون وجود الاورام او اللحميات المعينه المتواجده او التي تخرج من الانف او بعض الاشياء التي يولد بها الانسان او تحدث بعد ذلك في حياته زي الاعوجاج الموجود في الحاجز الانفي او الوتيره يكون سبب من اسباب التهابات الجيوب الانفيه المزمنه ايضا. كذلك ايضا من الاشياء ايضا التي تساعد على التهابات الجيوب الانفيه الناس اللي عندهم مشاكل في المناعه زي مثلا الامراض المزمنه زي مرضى السكر او من ياخذون العلاج الكيماوي والادويه الخاصه بالاورام هذه تؤثر على المناعه ايضا او بعض الامراض زي مرض الايدز مرض المناعه المكتسبه نقص المناعه المكتسبه ده كل دي اشياء تؤدي الى نوع من انواع الجيوب الانفيه وخاصه التهاب الجيوب الانفيه عن طريق الفطر او عن طريق الفتور. تمام دكتور في سؤال يعني هل التهابات الجيوب الانفيه تسبب الحساسيه ام العكس الحساسيه تسبب على المدى البعيد التهاب في الجيوب الانفيه؟ حساسيه الانف وجودها ده مسبب من مسببات التهابات الجيوب الانفيه وليس العكس. يعني الانسان اللي عنده التهابات في الجيوب الانفيه لا ما يجيلوش حساسيه، ما تكونش سبب في ان هو يكون عنده حساسيه. لكن الانسان اللي عنده حساسيه انف او ممكن يكون عنده حساسيه في الصدر الربو احنا بنسميها حمى القش اللي هي موضوع الحساسيه بنسميه حمى القش. هؤلاء عندما يكون عندهم هذا الامر سواء حساسيه انف او حساسيه صدر او حساسيه جلديه او حساسيه في العين والملتحمه كل هذه اشياء بتبقى عباره عن اشياء جينيه موجوده في الانسان لما بتظهر على الانسان الانسان مرشح مع ان هو يحدث معه التهاب في الجيوب الانفيه لانها تكون سبب من اسباب التهابات الجيوب الانفيه. تمام يعني بس استذكرت يعني التلوث البيئي خصوصا القاطنين او الساكنين قرب المصانع الكيماويه ايضا قد تكون احد الاسباب. نعم طبعا المصانع او الناس اللي بيتركزوا في مناطق المصانع او المناطق الصناعيه وجنبها طبعا الناس ساكنين في وحدات سكنيه طبعا وجود هذه الانبعاثات والمثيرات التي تخرج من المصانع لها دور طبعا في ان هي تكرار حدوث التهابات الجيوب الانفيه ولها دور انها ممكن تكون احد المثيرات لموضوع حساسيه الانف او الحساسيات الاخرى المتعلقه بالجسم ايضا. تمام ايضا من ضمن التساؤل دكتور يعني هل الجيوب الانفيه الالتهابات الجيوب الانفيه تحدث عن طريق العدوى ام هي كما شرحت لنا يعني بسبب اكيد خلل ما كما ذكرت في بداية الحلقة يعني هل العدوى جزء منها؟ تمام هو أشهر شيء مسبب للجيوب الأنفية هي نزلات البرد ونزلات البرد طبعا هي عدوى تنفسية في الجزء التنفسي العلوي تنتقل عن طريق الرذاذ تمام وتنتقل عن طريق السائل واللعاب وطبعا الفيروس المسبب في البداية لنزلات البرد اللي هو بعد كده ممكن يؤدي إلى التهاب في الجيوب الأنفية يسهل انتقاله ما بين الناس ويسهل ان هو في التجمعات وعدم المحافظه وعدم اتخاذ التدابير اللازمه ان طبعا يحصل معاه انتقال لهذا الامر وبالتالي مرشح ان عدد كبير من الناس ممكن يحصل لهم التهابات في الجيوب الانفيه. تمام، مده هذا الالتهاب كم هو مدته من بدايه حدوثه حتى انتهائه؟ الطبيعي ان احنا قلنا من اشهر الاشياء التي تسبب التهاب الجيوب الانفيه هو نزلات البرد العاديه او الميكروب بتاع نزله البرد. المفترض ان الطبيعي ان الامور تسير الى ناحيه الشفاء خلال مثلا 7 ايام. اذا استمر نزله البرد وبدا يحصل معاها بعض الاعراض الخاصه بالتهابات الجيوب الانفيه لاكثر من 10 ايام الى اسبوعين يبقى إذا دخلنا في مرحلة أنه من الممكن أن يكون مصاب بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد. إذا استمر هذا الأمر عند الشخص بهذه الأعراض لمدة أكثر من 3 أشهر أو 14 أسبوع يبقى دخلنا في أمر آخر اللي هو التهاب الجيوب الأنفية المزمن. تمام ذكرت عن الالتهاب الحاد نقف عند الحاد ماذا تعني؟ وما الذي يحدث؟ هل هذه تعتبر يعني مرحلة صعبة؟
طيب هو طبعا زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان الانسان بيبدا ان هو بيصيبه نزله برد عاديه. نزله البرد العاديه دي ممكن ان تنتهي بعد اسبوع وممكن ان تظل الى مده من 10 الى 14 يوم. في المده دي لو حصل مع نزله البرد العاديه انها لم تنتهي وبدا يحصل معها بعض الاعراض زي احتقان الانف وانسداده، زي الصداع الموجود في مناطق وجود الجيوب الانفيه زي الوجنات بحيث ان يحدث الم في المنطقة بتاعت الوجنات ومع اللمس أو في المنطقة بتاعت مقدمة الرأس أو حوالين الأنف من الأعلى كده أو ممكن في منتصف الرأس هكذا، والألم ده بيزيد مع الانحناء إلى الأمام. ففي الحالة دي الجيوب الأنفية نفسها الميكروب بتاع نزلة البرد يبقى عمل مضاعفات أدت إلى التهاب حتى في الجيوب الأنفية، الغشية المخاطية من الداخل في الجيوب الأنفية يحدث فيها تورم، وهذا التورم يؤدي إلى أن هذه الجيوب الأنفية بدل أن تصرف السوائل التي فيها من هذه الفتحة ناحية الأنف، بعد ذلك الأنف يصرف هذه الأشياء بارتجاع خلفي إلى البلعوم من الداخل، تنسد هذه الفتحة فتتراكم الإفرازات داخل الجيوب الأنفية، تحدث بها الأعراض اللي احنا بنتكلم عليها والضغط اللي احنا بنحس بيه ده. الأمر بتاع التهاب الجيوب الأنفية لحد هو أمر طارئ وعارض، يعني بيعالج وينتهي موضوع التعب بالعلاج عن طريق الطبيب وخلاص، يبقى هي إيه التهاب حدث مرة واحدة وانتهى على ذلك وليس له تأثير أو مضاعفات. ده بنعتبره التهاب إيه؟ جيوب أنفية حاد تمام. وانتهى بالعلاج وانتهى بالمتابعة وخلاص، هي مرة تمام. إيه وانتهى. أكيد. الفرق بينها دكتور بين الحاد والمزمن؟ الفرق بين الحاد والمزمن، المزمن كما اتفقنا ان الاعراض بتاعه التهابات الجيوب الانفيه لو استمرت اكثر من يعني تقريبا 3 شهور يعني حوالي 14 اسبوع او 12 اسبوع ساعتها بنقول ان احنا بدانا نخش في التهابات الجيوب الانفيه المزمنه. الامر الثاني ان في موضوع التهابات الجيوب الانفيه المزمنه في الالتهاب الحاد من الشائع أن يحدث مع الأعراض وجود حرارة، أما في التهابات الجيوب الأنفية المزمنة نادرا ما يحدث حرارة أو ترتفع الحرارة مع التهابات الجيوب الأنفية المزمنة. التهابات الجيوب الأنفية المزمنة بيبقى فيه تكرار للالتهابات الحادة، يعني الشخص كل مثلا شهر كل شهرين يحدث نوبة من نوبات التهابات الجيوب الأنفية الحادة بصفة مستمرة تتكرر باستمرار، يبقى إذا دخلنا في قصة الإيه الإزمان. التهابات الجيوب الأنفية المزمنة يساعد عليها أن يكون في بعض الأشياء اللي موجودة داخل الأنف زي مثلا وجود تحميات داخل الأنف تساعد على التهابات متكررة للجيوب الأنفية فتؤدي إلى مشاكل التهابات الجيوب الأنفية المزمنة، أو إذا كان الحاجز الأنفي أو الوتيرة فيه انحراف وهذا الانحراف يؤدي الى ضيق او يؤدي الى ان الفتحات التصريف الخاصه بالجيوب الانفيه يحدث ضيق بها او يؤثر على السائل الذي ينزل منها، فذلك يؤدي الى التهابات متكرره والتهابات الجيوب الانفيه المزمنه. الالتهابات المتكرره التي ذكرتها دكتوره هل يعني هي نتيجه الهجمات لهذا الالتهاب المتكرر؟ تمام، بيحدث هجمات من التهابات جيوب انفيه حاده بصفه متكرره ومستمره، ومع المتابعة مع طبيب الأنف والأذن والحنجرة يبدأ يشخص أن هذه الهجمات المتكررة وعندما يكون هذا التكرار على فترات قريبة أصبحت مع بعض التشخيص سواء هذا التشخيص بالمناظير أو التشخيص بالتصوير الطبقي المحوري ووجود بعض الشواهد أننا بدأنا ندخل في مرحلة التهابات الجيوب الأنفية المزمنة. تمام، يعني ذكرت عن حدوث البكتيريا، متى نقول أن هذا الفرق بين حدوث البكتيريا في الجيوب الأنفية والفيروسات أو انتشار الفيروسات متى؟ تمام، هو طبعا مبدئيا كده السؤال بتاع حضرتك ده إمتى فيروس وإمتى بكتيريا؟ السؤال ده هيختلف في طريقة التعاطي من خلال العلاج اللي هو هل نعطي مضاد حيوي ولا لا؟ لما يحدث نزلة برد عادية في البداية الإنسان ممكن يتعامل معها بالراحة خالص عن طريق أنه هو بيرتاح راحة كاملة ويشرب سوائل دافية كتير وكثير من السوائل بحيث أنه يقدر يتغلب على المخاط اللي بينزل من الجيوب الأنفية في الأنف وإلى الخلف على سقف الحلق والبلعوم من الداخل.
وكذلك ممكن يستخدم بعض الفوط او الكمادات الدافئه يحطها على موضع الجيوب الانفيه. كل هذه الامور ممكن تنتهي معها هذه الازمه، وبيكون بهذا العلاج الايه البسيط مع بعض المسكنات زي الباراسيتامول الاقراص وخلافه. اما اذا الامر استمر لاكثر من 10 ايام، من 10 ل 14 يوم، في هذه الحاله غالبا بيبقى في بكتيريا ثانويه دخلت في الموضوع غالبا، فبيعطي الطبيب بعد المعاينه مضادات حيويه في هذا الامر. او اذا كان الشخص فضل يتعالج 5 6 ايام وبدا يرتاح، وفجاه بعد ما كان خلاص بدا يمثل الى الشفاء تتدهور الحاله بشده مره اخرى، يبقى في هذه الحاله برضو غالبا في وجود بكتيريا ثانويه حدث، فتتطلب مننا ان احنا ندي مضاد حيوي. تمام. اذا كان الانسان راح لطبيب وهذا الطبيب عاين المريض، وبعد معاينه المريض بدا ياخد في العلاج وكده فلم يتحسن وبدات الحاله تزداد سوءا، فبرضه في هذه الحاله نضطر بان احنا نضي مضادات حيويه لاحتماليه وجود البكتيريا الثانويه في هذه الحاله. دكتور، كيف ممكن الطبيب يعني يشخص الحاله؟ اتحدث او اقف عند البكتيريا، لان البكتيريا انواع وهناك أشهرها يعني البكتيريا العقدية، فالجرثومة العقدية، فلا أدري كيف ممكن يفرق الطبيب، هل هناك تشخيص معين، اختبار معين يعني يقوم به حتى يستطيع أن يفرق بين بكتيريا وبكتيريا، أم هي واضحة كالأعراض؟ هي طبعا التهابات الجيوب الأنفية احنا بنشتغل على المشهور، يعني احنا بنشوف الأعراض الطبيب بيشخصها وتبقى واضحة قدامه من خلال أن المريض بيحكي له، ومن خلال أن هو بيفحص ويعاين، ومع هذه الأمور بنشخص أن ده التهاب في الجيوب الأنفية. طبعا عشان أحدد بكتيريا معينة بعينها أو تشخيص، فده لازم يتطلب أن أنا أخذ مسحة ومسحة أحللها، يعني مزرعة، وأقول أن إيه هذه الإفرازات أحللها وأشوف مزرعة عليها وأشوف أنهي بكتيريا بالضبط تطلع. ولكن ده ما بيحدثش غالبا لان ما بنحتاجوش، لان بيبقى في اشهر حاجه في التهابات الجيوب الانفيه احنا بنشتغل على انها اشهر حاجه هو الميكروب الفلاني او العقدي مثلا زي ما حضرتك بتقولي، فنبدا ندي المضادات الحيويه التي تناسبه وهكذا. فاحنا غالبا في تشخيصنا ما بنحتاجش ان احنا نحدد تحديدا انهي بكتيريا او اي حاجه، لكن الطبيب بيعلم ان اشهر بكتيريا هي كذا وبيعطي العلاج الامثل لها، ثم بعد ذلك لو حصل ممانعه للمضاد الحيوي اللي احنا بنعديه او اللي احنا بنديه للمريض، ممكن ننتقل بعد ذلك لمرحلة مضادات حيوية تانية تكون للبكتيريا غير التقليدية أو الأقل في نسبة تسببها أو إحداثها للجيوب الأنفي. دكتور، يعني حاليا يعني مع طبعا فصل الشتاء، انتشار كثير من أمراض البرد والفيروسات والبكتيريا والإنفلونزا الموسمية، بطبيعة الحال كثير من الذين يعانون لا يستطيعون الذهاب لتشخيص حالتهم عند الطبيب بسبب العدوى. إذا كيف يتم التشخيص؟ بيتم التشخيص بأنه هو في البداية بيحدث نزلة البرد العادية اللي هو احتقان في الأنف، ومع هذا الاحتقان في الأنف ممكن يحدث صعوبة أو كتمة في النفس عن طريق الأنف، ومعها سيلان. هذا السيلان من الأنف بيكون المخاط، إما أنه هو بيكون متغير اللون، ممكن يكون أصفر، ممكن يكون أخضر، ممكن يكون شفاف، ممكن يحدث احمرار في العين شوية. المهم يعني الإنسان بيتعامل معها على أنها نزلة برد عادية في ال5 6 أيام الأولى. إذا شاف أن في ال5 6 أيام الأولى برضو ممكن يحصل شوية في أماكن فيها نوع من أنواع الألم، وخاصة مع الضغط أو حول العين من فوق أو في الجبهة من الأمام، لو حدث بعض الألم وكده، وخاصة الألم ده لو زاد مع الحناء معناها أن نزلة البرد بدأت تأثر شوية على الجيوب الأنفية. في هذه الحالة ممكن أنه هو يبدأ ببعض الحاجات البدائية زي أنه هو يرتاح راحة كاملة في المنزل، بعد كده ياخذ المسكنات البسيطه زي الباراسيتامول، بعد كده ممكن يضع فوطه على الوجه ويستنشق بخار ماء دافئ او ساخن قليلا، ما يكونش طبعا بيغلي قوي عشان طبعا ما يحرقش ويعمل مشاكل، ولكن الترطيب ده بيساعد على ان الامور دي تهدى، وممكن يحط كمادات من هذه الفوط الماء الدافئه على اماكن او مواضع الجيوب الانفيه. تمام. اذا الامور استقرت
والامور يعني بقت كويسه ومش الحال بعد اسبوع واستقرت الامور وبدا الاعراض تنحسر والمريض يتماثل للشفاء، خلاص يبقى مفيش مشكله. اذا الامر بقى استمر اكثر من 10 ل 14 يوم في هذه الحاله يتوجب عليه ان هو يذهب الى الطبيب للمعاينه ولاختيار المضاد الحيوي المناسب والادويه المناسبه لهذا. تمام، يعني كثير من فعلا من يعاني من الجيوب الأنفية أو التهابات الجيوب الأنفية بهذا المعنى الدقيق، يختلط عليه الأمر، كثير يختلط عليهم الأمر بمعرفة بالضبط ماذا يحدث لهم، كما ذكرنا في البداية، هل هو بكتيريا، هل هي بكتيريا، هل هي فيروسات، هو التهاب مزمن أو حاد، أو لا أدري كيف يمكن أن يعرف الإنسان نفسه المصاب بهذه الحالات حتى يستطيع مثلا السيطرة عليها أو علاجها. يعني خلينا نحدد أو نقول شوية محددات، طالما حضرتك عايزة تحددي بالشخص معايير معينة إمتى يفضل في البيت وإمتى يتحرك ويتوجب عليه أن هو يذهب إلى الطبيب. رقم واحد، إذا استمرت نزلة البرد مع هذه الأعراض اللي هي أعراض الألم وخاصة مع الحناء إلى الأمام والاحمرار في العين وخلافه أكثر من 10 إلى 14 يوم، يبقى في هذه الحالة غالبا ممكن يكون حدث التهاب بكتيري ثانوي بعد الفيروس الأولي، وفي هذه الحالة يتوجب عليه أنه يذهب إلى الطبيب. الأمر الثاني، لو درجة الحرارة 38.5 فيما فوق استمرت لأكثر من 4 أو 5 أيام أيضا يذهب إلى الطبيب في هذه الحالة. الأمر الثالث، وده طبعا مضاعفات صعب أن هي تحدث النتيجة ليه، أن أصبح لدينا كميات من المضادات الحيوية المتخصصة التي تمنع حدوث المضاعفات مع الجيوب الأنفية مثل ما كان في القديم في السابق قبل يعني قبل الطفرة الموجودة في المضادات الحيوية حاليا. فممكن بعض المضاعفات التي نادرا ما تحدث في هذه الايام زي مثلا يحصل انتفاخ وتورم حول العين، ده يستوجب معه ان الانسان يذهب الى الطبيب وان الموضوع مش موضوع ايه فيروس فقط ولازم الطبيب يفحصه. الامر اللي بعد ذلك ان ممكن من ضمن المضاعفات التي تحدث وتستوجب عليه ان هو يبقى علامه انذار والذهاب الى الطبيب ان يحدث تيبس في الرقبه. ده طبعا من اشد انواع المضاعفات اللي ممكن تحدث، بان التهاب الجيوب الانفيه ده يؤدي الى التهاب سحايا في الاغشاء اللي حوالين هو النخاع الشوكي، فده برضه يذهب الى الطبيب في هذه الحاله لانه مؤشر خطر. اذا طبعا ربنا يحفظنا حاجات اكثر بقى ايه، ان يبدا يحدث مشكله في الوعي ان الانسان يحدث تشوش، ده معناه برضه ان هذا امر خطير يتطلب معه انه يذهب الى الطبيب وان هو يعني لازم حد يعاينه. كل هذه المحددات او كل هذه الاشياء إذا حطيناها كده ده معناها إن أنا ما ينفعش إن أنا استمر في البيت على إنها نزلة برد عادية، لا لازم أذهب إلى الطبيب لأخذ العلاج المناسب. تمام دكتور، طبعاً أكيد راح نكمل أهمية الوقاية والعلاجات وكثير من الأسئلة الأخرى، ولكن اسمح لي دكتور تامر ناخذ فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود إليكم لمتابعة موضوع حلقتنا لهذا اليوم، كونوا معنا. نحييكم مجددا مشاهدينا الكرام، كيف الصحة موضوع حلقتنا عن الالتهاب الجيوب الأنفية، تعرفنا عن الجيوب الأنفية الأسباب، وأكيد راح نتعرف أكثر على كيفية الوقاية وأهم طرق العلاج مع دكتور تامر الجندي وهو استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة. أهلا وسهلا بك دكتور، نحييكم نحييكم متابعينا خلال هذه الساعة. دكتور، في سؤال، بما أنك استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إذن سؤال هو هذه الالتهابات التي تصيب الجيوب الأنفية كيف تؤثر على الحنجرة والأذن أو الأذن والحنجرة؟ تمام، هو طبعا عند حدوث التهابات في الجيوب الأنفية طبعا الأنف في حاجة اسمها قناة ستاكيوس موصلة ما بين الأنف والأذن الوسطى. ممكن طبعا مع التهاب الجيوب الأنفية يحدث أن ينتقل هذا الميكروب سواء فيروس أو بكتيريا عن طريق هذا الأنبوب ويصيب الأذن الوسطى، إما أن هو يحدث التهاب حاد في الأذن الوسطى، وإما أنه هو ممكن يحدث أن يحدث ضغط موجود في الأذن الوسطى، ضغط سلبي يؤدي إلى وجود ارتشاح أو سائل خلف الطبلة ويحدث معه مشكلة في السمع ويتطلب علاج معين عشان هذا الضغط يعني يرجع لطبيعته تاني وهذه السوائل تنزح من وراء الطبلة. الأمر
بعد كده طبعا الجيوب الانفيه في حاله التهاباتها الموجوده وارتجاع خلفي سائل اليد يعني مرتجع من الانف الى سقف الحلق. هذا السائل عندما يحدث ارتجاع من الانف الى سقف الحلق من الممكن ان هو ينزل مع البلع وخلافه ناحيه الفم وناحيه الحنجره فيسبب ايضا التهابات بالحنجره وممكن يؤدي الى التهابات في الاحبال الصوتيه ويؤثر على الصوت وممكن يؤدي الى التهابات في الجهاز التنفسي عامه. اوكي، في سؤال مرتبط بذلك، يعني يقول السيد المشاهد بان اصيب ب يعني تحرك في الكريستالات في الاذن ويعني اخذت مده طويله اكثر من شهرين ولم تعود رغم تشخيص ومحاوله العلاج المعالجه، لكن هو بالاساس يعاني من حساسيه قويه شديده جدا في الانف، فهل هذه لها علاقه؟ وحاليا عادت الكريستالات الى مكانها في الأذن ولكن لم تعد 100%، ما زال يشعر بدوار، ارتباط هذا بهذا والنصيحة دكتور؟ طيب، هو طبعا موضوع الحساسية الخاصة بالأنف يعني ممكن يكون موضوع الحساسية الخاصة بالأنف والإرهاق والتعب الشديد اللي بيحدث مع نوبات الحساسية قد تكون عامل من العوامل المؤثرة اللي بتؤدي إلى أن التعب بتاع الكريستالات ده يزيد أو كده يعني. تمام. ولكن في الأساس موضوع الكريستالات الموجودة أو تحركها ومع التحرك ده يحصل أعراض الدوار ومعها ممكن يحصل ميل للقيء أو ممكن الإنسان يتقيأ فعليا أو ممكن يكون فيه غثيان، زي ما المريض كده بيقول لازم يتشخص الأول كويس إن هو فعلا الكريستالات تتحرك من مكانها، وبعد هذا التشخيص بتمرين معين يتم إرجاع هذه الكريستالات إلى مكانها الطبيعي بهذا التمرين، مش بعلاج، بالتمرين المعين ده اللي هي بنسميها مناورة إبلي، والطبيب هو اللي بيعمل هذه المناورة لهذا الإيه الشخص، ممكن يكررها مرة واثنين وثلاثة حسب تكرار الحالة، وبنسبة 80-90% كثير من الحالات بيشفى بعد هذه المناورة، وقد نحتاج إلى علاج داعم بسيط ممكن يستمر عليه لمدة شهر أو شهرين والامور تستقر بعد كده يعني. فهي النصيحه ان هو يسيطر كويس على نوبات الحساسيه من خلال الادويه الخاصه بالسيطره على نوبات الحساسيه، وممكن نقوله يعني حاليا او لو انت حضرتك هتساليني سؤال بعد كده الادويه او العلاج ااجله لغايه لما اقوله ساعتها. اكيد. فالسيطره على الحساسيه من خلال الادويه اللي الاطباء بيدوها كويس. الأمر الثاني الذهاب للأطباء لعمل هذه المناورة الخاصة بإرجاع الكريستالات إلى موضعها باستمرار بحيث أن موضوع الدوار ده يقل ويستقر إلى حد ما. يعني نتيجة ذلك كله دكتور هذه الالتهابات تؤثر فعلا بالأذن والحنجرة كما ذكرت؟ ليس لها تأثير مباشر في موضوع الكريستالات. إنما ممكن الإرهاق والتعب اللي بينتج عن نوبات الحساسية تمام ومعاه ممكن يحدث التهابات في الجيوب الأنفية ممكن يكون عامل من العوامل التي تساعد على زيادة الأمر بتاع الكريستالات والأعراض تمام. الخاصة. واضح جدا دكتور. بشكل عام بس نعرج على الأعراض العامة جدا اللي بيعاني منها كل شخص ومن ثم نتحدث كيفية الوقاية وأهم العلاجات، الأعراض الأساسية دكتور في بداية حدوث هذه الالتهابات ما هي؟ الأعراض الأساسية أن الإنسان مبدئياً بيحدث احتقان أو انسداد في الأنف، ومع هذا الاحتقان والانسداد من الممكن أن يحدث معه سيلان من الأنف بأشكال مختلفة، ممكن يكون شفاف، ممكن يكون أصفر، ممكن يكون أخضر. بعد ذلك بيحدث زي ألم في المناطق الموجودة فوق الجيوب الأنفية زي فوق الوجنات أو فوق محجري العين أو في الجزء اللي هو الداخلي بين الأنف والعينين أو في منتصف الرأس، وهذا الألم يزداد مع الانحناء إلى الأمام. الأمر اللي بعد كده ممكن يحدث ألم في الفك العلوي وممكن يحدث معه بعض الآلام في الأذان لو حصل ضغط عن طريق قناة التكوس كما قلت، فيحدث ضغط في الأذان وألم في الأذان. أعراض الحساسية بقى لو في حساسية أنف طبعا بيبقى في رش مستمر
نعم عند التعرض لبعض المثيرات زي الغبار او التراب، تمام. او اذا كان الانسان معاه في البيت بعض وبر الحيوانات الاليفه او عث الغبار اللي هو بيبقى موجود في المفروشات وفي أكيد. الستائر وفي نعم. الاشياء الموجوده في المنزل، او بعض الحشرات وجودها بيكون سبب من اسباب المثيرات لموضوع حساسيه، فيحدث نتيجه لذلك العطس المستمر والرشح المستمر والحكه في الانف والعين واللهاء، وممكن يحدث معها بعض الصداع لو حصل التهاب في الجيوب الانفيه. كل هذه ايه اعراض يعني هنشاهدها في بشكل عام. نعم أكيد. مع حساسيه الانف. طيب ناخذ اتصال من تونس. مرحبا، نتعرف على المشاهد الكريم. مرحبا، اهلا وسهلا، تفضل. ايوه انت على الهواء. الاتصال ما زال موجود ام فقدناه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نتعرف عليك اخي الكريم. حياك الله اختي الفاضله، واحيي الدكتور ومستقبل المكالمات. اهلا وسهلا بك. انا بيك من المغرب. اهلا وسهلا بك، تفضل السؤال. عندي واحد السؤال، وهو هذا برنامج مهم، وهذا العضو عنده اهميه كبيره، عضو الانف. انا اريد من الدكتور يعطيني واحد التفسير، لان سبحان الله العظيم احنا في ديننا عندما نعطس نقول الحمد لله. نعم. اذا هناك سر في ذلك العطس. اريد من الدكتور، هل هناك تفسير علمي عندما يعطس الانسان ماذا يقع في 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 نعم. في ذاته؟ وفعلا سؤال مهم جدا. نعم. لانك تحس بالراحه عندما أكيد. تعطس. واعرف شخصا جاءه العطس تحبس العطسه فتالم في راسه. صحيح، شكرا لك التفسير العلمي، وهذا سؤال مهم، وهذه رحمه من الله. دكتور يعني التفسير العلمي فعلا لهذه العطسه التي تعيد الحياه لنا جميعا بشكل توضيحي. طيب هو طبعا العطس ده من ضمن الاعراض اللي ممكن تحدث، وهي نعم. بتبقى عباره عن رد فعل انعكاسي لوجود بعض المثيرات في الانف، سواء الشراء او الغازات او الغبار او التراب او الكلاب، فيؤدي ذلك الى العطس. كذلك ايضا مع وجود بعض الاجسام الغريبه لو دخلت في الانف، فالعطس ده طبعا هذا الرد الفعل الانعكاسي معاه طبعا يؤدي الى ان الاشياء الغريبه ممكن تخرج عن طريق هذا العطس مع الدفع بتاع الهواء. نعم. كذلك ايضا ممكن يساهم في خروج بعض البكتيريا والفيروسات اللي موجوده مع هذا الايه العطس، فهي يعني بتعتبر نوع من انواع تخلص الجسم بطريقه او باخرى من بعض الاشياء الضاره التي ممكن ان تصيب الانف يعني. تمام، تفسير جميل، وطبعا نشكر الله على هذه النعمه. دكتور تحدثنا عن الاعراض، اليوم السؤال اللي دائما بيسأله الشخص اذا كانت توجد في العائله اي شخص لديه التهاب، هل هو يعتبر وراثي ايضا؟ الوراثه مش في التهاب الجيوب الانفيه، الوراثه في موضوع حساسيه الانف. اذا كان هناك شخص في العائله لديه نوع من انواع الحساسيه زي حساسيه الانف او حساسيه الصدر والربو، اللي هي بنسميها كلها على بعضها دي بنسميها حمى القش، او الحساسيه الجلديه، او الحساسيه الموجوده في الملتحم او العين، اذا كان الاب والام او احد اقارب الدرجه الاولى او احد من الناس القريبين من العائله من نفس العائله موجود عنده هذه الاعراض وهذه الحساسيه، فمن المحتمل او من المرجح ان ممكن بنسبه ليست قليله ان الشخص ده يحدث له او لنسله مثل هذه الانواع من الحساسيه. تمام. ولكن ليس في موضوع التهاب الجيوب الانفيه نفسه. تمام، توضيح جيد. دكتور في سؤال من السيده فاطمه من لندن، تقول ان لديها مشكله مع ابنتها تبلغ من العمر 11 عام، لديها مشكله في اللوزتين، تاتيها الالتهابات مره كل عام ولكن تعالج بالمضاد الحيوي مؤخرا او مده طويله، يعني شعرت بانها تتنفس من الفم وليس من الانف، ولديها مشكله في انسداد او متاعب بالتنفس خصوصا عند النوم، ما هي النصيحه؟
طيب، هو البنت عندها 11 سنة. نعم. موضوع أن أصبح في مشكلة في التنفس، ومن الممكن طبعا أن يحدث شخير أثناء النوم، والنفس يكون عن طريق الفم وليس الأنف. في احتمالية في هذا السن من اثنين. الاحتمالية الأولى أن لو اللوزات أو اللوز الخاصة بالبنت دي حجمها كبير، وهذا الحجم اللوز تنضم إلى بعضها حيث أن هي تقفل مجرى الحلق، فده هيكون أحد الأسباب الرئيسية. وفي ذلك طبعا هيتطلب تدخل وإجراء جراحة عشان يزال هذا التكتل من اللوزات عشان النفس يرجع طبيعي تاني. وإن لم يكن اللوزات بهذا الحجم أو فيها تضخم بتقفل سقف الحلق، بتشوف اللحمية سواء عن طريق منظار أو عن طريق أشعة، وإذا بان إن اللحمية خلف الأنف متضخمة وقافلة مجرى الهواء بنسبة كبيرة، يبقى إذا في هذا التوقيت يتطلب إن هي تزيل اللحمية بإجراء جراحي أول. يبقى يا ده اللي هو تضخم اللوزات الكبير اللي يقفل سقف الحلق، أو اللحمية الخاصة بالأطفال اللي بتبقى خلف الأنف أو في البلعوم الأنفي لو هي كبيرة متضخمة وقافلة مجرى الهواء. تمام دكتور، ما هي أهم طرق العلاج؟ اليوم نتحدث عن علاج لهذا الالتهاب، التهابات الجيوب الأنفية، لأنه أدركنا اليوم بأن هناك مضاعفات خطيرة مستقبلا فعلا، يعني تزيد من مخاطر حدوث أمراض أخرى. ولكن قبل العلاج، ماذا يمكن أن يكون أو تكون هذه المضاعفات دكتور من أهمها؟ طبعا المضاعفات دي، انا بكرر تاني ان المضاعفات دي كانت زمان بنشوفها كتير جدا نتيجه لعدم توفر المضادات الحيويه المختلفه بالنوعيات الكثيره التي اصبحت موجوده في ايامنا هذه. الايام اللي احنا فيها دي اصبحت نادره، وغالبا يعني صعب ان هي تحدث مع التهابات الجيوب الانفيه الحاده، ولكن ممكن تحدث في التهابات الجيوب الانفيه المزمنه، وخاصة مع المرضى اللي عندهم مشاكل كبيرة زي المشاكل اللي في المناعة زي ما أنا أقول، مرضى السكر. نعم. مرضى نقص المناعة المكتسبة اللي هو الإيدز، مرضى الأورام اللي بياخدوا علاج كيماوي وخلافه ويأثر على المناعة، هم دول ممكن يحدث فيهم مثل هذه المضاعفات الكبيرة. أما في الطبيعي الأيام دي نادرا لما تحدث هذه المضاعفات. المضاعفات دي طبعا ممكن إنها تكون زي ما قلت سابقا إن هو التهاب في السحايا في الأغشية اللي حوالين المخ أو حوالين الحبل الشوكي، ويحصل يحدث معها نوع يعني علامة مميزة اسمها تصلب الرقبة، ده من أحد المضاعفات اللي ممكن تبقى موجودة مع التهاب الجيوب الأنفية. ممكن يحدث معها أيضا التهابات في الجزء اللي هو بتاع العين، وده طبعا ممكن لو فعلا حدث التهاب. ولم دكتور انا يعني سوري للمقاطعه، كنت فعلا حاب اسالك هذا السؤال، لانه يعني وجدت ان المضاعفات خطيره لفقدان البصر. كيف ممكن يحدث ذلك؟ يحدث ذلك، ولكن انا بقول لحضرتك هو ممكن يحدث، ولكن نادرا لما يحدث في هذه الايام نتيجه لطفره المضادات الحيويه المتنوعه والكثيره. ولكن اذا حدث وبيحدث مع بعض الحالات اللي فيها اشكاليه في المناعه تحديدا يعني في هذه الايام، ومع التهابات الجيوب الانفيه المزمنه والالتهابات الفطريه برضو تحديدا، فممكن ان يحدث التهاب طبعا في الاغشيه بتاعه العين، وان لم يعالج جيدا ممكن فعلا يحدث فقدان في البصر. ممكن يحدث التهاب في العظم وفي نقل العظم في الاجزاء الموجوده في الجيوب الانفيه او في الجمجمه. ممكن يحدث التهابات في الجلد والنسيج الخلوي الموجود تحت الجلد، وبيشكل نوع من انواع الاحمرار والتورم والالم وخلافه. دي يعني اغلب المضاعفات اللي ممكن تحدث مع الجيوب الانفيه، ولكنها قليله في ايامنا هذه نتيجه لطفره المضادات الحيويه بانواعها المختلفه وتوافرها في هذه الايام. ممتاز دكتور، في سؤال مهم أيضا، يعني منازلنا يعني البيوت كيف نعرف أنها جافة أو رطبة؟ وهذا طبعا كله له تأثير أيضا على الالتهابات الجيوب الأنفية أو الوقاية حتى منها بترطيب الجو، كيف يمكن أن نقيس ذلك؟ هو طبعا البيوت تحديدا في نوع من انواع الوقايه، ان موضوع الجيوب الانفيه التهابات الجيوب الانفيه تحديدا بتحتاج ان يكون الجو مش جاف، الجو يكون رطب،
ففي بعض الحاجات اللي هي اللي موجوده وسهل ان احنا نوصل لها عن طريق النت او من المحلات عامه، اجهزه، الاجهزه دي بتبقى موجوده بحيث ان هي تعمل نوع من انواع الترطيب، ممكن تتحط في المكيفات، ممكن تتحط في البيت نفسه، بحيث ان الاجهزه دي بتساعد على ترطيب الاجواء اللي احنا موجودين فيها في الشقه، خاصه لو كان المنزل او الشقه مغلق او يعني محكم وكده. فموضوع الاجهزه اللي او الاجهزه اللي تحدث هذا الترطيب متوفره وموجوده، سواء عن طريق الحاجات اللي على النت الاونلاين او في المحلات. الامر الثاني برضو من الحاجات المهمه لمرضى حساسيه الانف، في بعض الاجهزه اللي هي بتبقى زي فلتر بيتحط على المكيفات تحديدا، وبحيث ان هو بيمنع الحاجات بقى اللي هي البسيطه زي اللي هو عفن الغبار اللي موجود وبينتشر، او ممكن بعض مخلفات الحشرات اللي بتبقى موجوده ممكن تهيج موضوع الحساسيه وخلافه. فهي دي الحاجات اللي ممكن ان احنا نستخدمها في امر التهاب الجيوب الانفيه، بحيث ان هو يقلل من موضوع الجيوب الانفيه وفي نفس الوقت يقلل من الاشياء او المثيرات التي ممكن تحدث الحساسيه اللي ممكن عن طريق حدوثها تكون سبب من اسباب التهاب الجيوب الانفيه. دكتور، يعني احنا دايما بنستخدم، يعني بشكل عام كل الاسر العائلات العربيه بتستخدم البخور، هل له مضار فعلا مباشر لتهييج الحساسيه ووصولها للالتهابات الانفيه؟ الناس الطبيعيين ما عندهمش مشكله مع الغبار، التراب او البخور او العطور او الروائح النفاذه، ده طبيعي عند الناس الطبيعيين، ما فيش مشكله خالص. المشكله كلها ان يكون الشخص ده عنده حساسيه او عنده بوادر حساسيه، فالحاجه اللي بتنبعث من البخور دي بتبقى عامل مثير يثير الجسم، فيؤدي الى ان الجسم يحدث رده فعل بان هو يفرز نوع من انواع المواد تؤدي الى الاعراض بتاعه الحساسيه. فمشكله البخور مع مرضى الحساسيه فقط، انما الناس الطبيعيين ما عندهمش مشكله معاها. ممتاز. متى يكون التدخل الجراحي دكتور؟ التدخل الجراحي بيكون لما المريض يروح للطبيب، بعدين الطبيب يعني يشوف المريض بمنظار، بفحصه عن طريق منظار وشواهد معينه، ويطلب اشعه طبقيه محوري، الاشعه المقطعيه، او ممكن يلجا الى الرنين المغناطيسي، ويشوف ان اصبح في علامات وشواهد تقول ان لازم يحدث تدخل، زي مثلا في لحميات بدات تتكون وقافله مجرى او فتحات التصريف بتاع الجيوب الانفيه، يبقى لازم يتدخل في هذا الايه الوقت، ولازم يكون في تنظير لتوسيع هذه الفتحات حتى تصرف مثل الايه مثل الاول. او لو هو وجد ان اصبح فيه التهاب مزمن، وان الاغشيه المبطنه للجيوب الانفيه اصبحت سميكه، واصبح الفتحه ضيقه ومغلقه الى حد كبير، فيستلزم ايضا ايه وجود ايه تدخل. او اذا كان مثلا حاجز الانفي فيه انحراف، وهذا الانحراف مؤثر على فتح التصريف الجيوب الانفيه ويحتاج الى تدخل، ايضا يتدخل في هذا الامر. المهم حسب الشواهد اللي الطبيب بيحددها عن طريق الفحص بالمنظار او عن طريق الاشعه المقطعيه او الرنين المغناطيسي، بيتم التدخل حسب كل حاجه. تمام دكتور، طبعا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن أكيد ممتنين جدا على كل هذه المعلومات القيمة الطبية الصحية. دكتور تامر الجندي، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن شاء الله نلتقي معك في حلقات أخرى مع مواضيع أخرى أيضا ترتبط بذات الموضوع. شكرا جزيلا لك، شكرا لكل متابعينا لحسن المتابعة والتواصل معنا في كيف الصحة. أكيد يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب، وأيضا التواصل معنا عبر كل منصاتنا عبر السوشيال ميديا. ونلتقي السبت القادم في موضوع طبي جديد. تحياتي تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.